الآن هذه الشيء الإهداء من عيال إبراهيم بن ضيف الله المنتشري لكل الشمراني في عالم الصوتيات إلى آل صم وعريفة الجماعة عبد الله بن محمد الزوبعي شعرية حسب ومناسبة الطلب زواج أخيهم حامد ملكة من تخرج آل مدح تراحيب تقاعد تكريم تربية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 055-857-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-886-787 رقم الجديد والحصيد في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن خبرة والقصيدة جزن ما يستوي الآن وحصريا البداية باسم رب عظيم في سماه ربنا المعبود كل الخلايق في رجاه يالله التوفيق في قاف باسمك مبتداه نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة جزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جزل ما يستوي الا فاهله القصيدة يوقف أهل الوفا وأهل النجوم شروع عبد الله محمد عسى عمره يدوم الكريم الجر معارفة الرس القروم نمدح اللي يستحق أجزاء البيوت القصيدة والقصيدة جزل ما يستوي إلا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جزل ما يستوي إلا فاهله يا عبد والزوبعي يا عسى عمرك مديد كلنا باسمك وبفعولك الجزله نشيد تستحق نقول في كل مثايل والقصيد نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله انت محزن ربعك وعشت يا غزال اصيل والجماعه تفتخر بك يا كسب الجميل فالكرم والجود والمعرفه ملك مثيل نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله من قبيله مجدهم للمعالي في صعود كل بني المنتشر من عربنا الجدود كلهم وفين ولا على الوفي نجود نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله الكرم والجود فيهم على مر العصور ضيفهم يلقى الكرامه ولا حوله قصور لا غريب اليوم تكريمهم كل الحضور نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا هلا يا ضيف في حفل حامد يا هلا مرحبا على الوفا والمعزه والغلا ضيفنا بصدورنا له مكان ومنزلا نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله بارك الله لك يا حامد عسى عمرك مديد بارك الله لك عسى ليلتك فرحه وعيد بعدنا سبتان هامل وهم مسك جويد نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله وانت اخوانك حزامك مواقفهم عظام نعم بعيال ابراهيم والله نعم الحزام والسلام ورحمه الله هذا مسك
الختام نمدح اللي يستحق أجل بيوت القصيدة والقصيدة جل ما يستوي النفاهة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جل ما يستوي النفاهة مواليد ملكة تخرج مدح تراحيب تقاعد